لا سيما أنه أحد الأسلحة القومية القديمة للأمم كافة في ظل هذا المناخ العالمي المنفتح، بل أصبح تحديا كبيرا يواجه الأمم والمجتمعات. من هنا من أرض مصر الكنانة، هذا الوطن الذي يمتلك إرثا حضاريا ضخما وهوية وطنية خاصة لها شديد الأثر في عقول وقلوب أبنائه المقيمين خارج حدوده في شتى أنحاء المعمورة، أحد أولوياته في المرحلة الراهنة. كان ترسيخ تلك الهوية الوطنية أحد أولوياته في المرحلة الراهنة، بل وأحد واجباته القومية تجاه أبنائه المقيمين بالخارج. ولهذا نحن هنا اليوم نحتفل سويا بتوزيع جوائز مسابقتي مصر في عيون أبنائها في الخارج، ومصر في عيون أطفال العالم، اللتان ينظمهما المركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة المصرية. رحلة من الإبداع تجسد عمق الروابط التي تربط أبناء مصر بوطنهم الأم أينما حلوا وارتحلوا. سادة المستشارين، مستشاري السفارات المختلفة، أهلا وسهلا بكم في احتفال المركز القومي لثقافة الطفل بأطفال مصر وبأطفال العالم في مسابقتي مصر في عيون أطفال العالم ومصر في عيون أبنائها في الخارج. أنا عايز في هذه الكلمة أشكر كل من ساهم في إنجاح هاتين المسابقتين، وخاصة مسابقة مصر في عيون أبنائها في الخارج. طبعا السيد الأستاذ دكتور رامي جلال قدم الفكرة من خلال مجلس الشيوخ وتلقفتها وزارة الثقافة، ولكن أيضا دعم وزارة المالية من خلال توفير الميزانيات الخاصة بالمسابقة دعم المسابقة بشكل كبير. طبعا الدورة الأولى يمكن احنا شايفين ان كنا محتاجين يبقى في عدد دول أكبر، ونتمنى ان شاء الله في الدورة الجاية بمساعدة العلاقات الثقافية الخارجية ووزارة الخارجية المصرية ان شاء الله نقدر نوصل لكل أطفالنا في كل بلدان العالم علشان يساهموا معانا في هذه المسابقة. المسابقة إلى جانب إن هي فيها جانب فني بتتكلم عن مصر وحبهم لمصر، لكن في مجال مهم جدا وهو مجال تقديم فكرة مبتكرة تخدم بلدك. في الحقيقة احنا جالنا مجموعة أفكار هائلة، ولكن احنا بنتطلع أن يكون في أفكار أكتر، بالإضافة لأن احنا الأطفال اللي كانوا موجودين ده فيديو جالنا فعلا من أطفال في بريطانيا، ربما هم لغتهم العربية ما هيش سليمة، ولكن حبهم لمصر كان واضح جدا. فيعني احنا بنبقى سعداء بده، وبيدل على ان فعلا المصريين مهما بعدوا هم بيفضلوا طول الوقت مصر في قلبهم وجزء من حنينهم وهويتهم الثقافية المهمة. خارج الذين لا يمثلون مجرد مصادر للقوة الناعمة المصرية، بل هم كذلك رسائل حضارية تنطلق من مصر إلى العالم كله. أتوجه بالشكر لوزارة الثقافة على استجابتها وتنفيذ هذا المقترح الذي تقدمت به لمجلس الشيوخ في العام الماضي، كما أتقدم بالشكر إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكيان السياسي الذي أنتمي إليه، على دعمه طوال الوقت. السيدات والسادة، قد ينظر البعض إلى المصري في الخارج باعتباره مجرد رقم حساب بنكي يطلب منه دوما تحقيق عوائد مالية للدولة المصرية، ولكن الواقع الذي تقتنع به مؤسسات الدولة هو أن المصري بالخارج هو رقم قومي يحمل قدرات هائلة للمساهمة في رفع شأن الدولة ثقافيا. أود اليوم بهذه المناسبة أن أؤكد أن السياسات الثقافية المصرية بحاجة إلى مراجعة مستمرة لتواكب طموحات المصريين أينما كانوا، وأن تكون أكثر انفتاحاً على متطلبات العصر. ومثل هذه المراجعة ليست رفاهية، بل هي ضرورة تفرضها تطلعات المصريين في الداخل والخارج.
السيدات والسادة، ختاما نؤمن بأن الثقافة هي قوة تجمع المصريين في كل بقاع الأرض، وبهذا التوجه نؤسس ما يضمن تواصل الأجيال وتفاعلها مع تاريخ مصر وحضارتها. إننا اليوم نحتفي بإنجازات أبنائنا التي تعكس عمق الثقافة المصرية وتؤكد على مواصلة العمل لتحقيق ثقافة شاملة تعبر عن طموحات الجميع. فلنبقى متحدين تحت راية الثقافة، ولتكن مصر دائما منارة التاريخ والفن والأصالة تضيء قلوب أبنائها في كل مكان. شرفي لدولة اليمن الشقيق، سادة الحضور جميعا، زملاء الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير. لطالما كانت مصر وطنا عظيما يحظى بتراث عريق وتاريخ مجيد، ودائما ما يرتبط المصري أينما ارتحل بجذوره في أرضها الطيبة، وهو ما تسعى وزارة الثقافة إلى تحقيقه.